الجزاء ويسجل هدفا رائعا. أجل، إنه هدف رائع. هذا الأداء اللافت رفع مارادونا إلى مصاف النجوم، ويعتبر الكثيرون أنه في هذه المباراة النهائية كان ملهما لمنتخب الأرجنتين الذي خرج فائزا على منتخب ألمانيا الغربية بثلاثة أهداف لهدف واحد. لم يكن المدرب مينوتي هذه المرة، بل كارلوس بيلاردو الذي يعود له الفضل في تقديم مارادونا أفضل ما عنده. كلاعب هو حتى الآن اللاعب رقم واحد، على الأقل بحسب خبرتي في كرة القدم. إنه أحد أفضل اللاعبين في العالم، لقد كان لاعبا مميزا. مارادونا عبقري. في الوقت الذي أظهر عبقريته، ثار مارادونا أيضا في الحياة الشخصية رافضا رسم خط بين الصح والخطأ. بطل بالنسبة للكثيرين، كان مارادونا أيضا في حياته الخاصة مدمرا لذاته، حيث تسارعت وسائل الإعلام لتغطية أخباره. لقد بدأت المخدرات والشك بالنفس بالقضاء على مهارته. بعودته إلى فريقه الذي يحبه بوكا، تحطمت أمل مارادونا بالتألق مجددا بعد ظهور إشارات متزايدة بذلك، ولكنه إنسان قبل كل شيء، ما تسبب بمعاناة عائلته ويأسه الشخصي. لكنه لا يزال قادرا على تحدي الصعاب، ففي كأس العالم عام 94 في أمريكا دق مسمارا مخيبا آخر في